السلام عليكم، جاكم لكم فيديو جديد. فيديو بقى نسير هاتف شاومي 11 تي. قبل ما نشوف سعتي فون هذا نهضروا عليه، ما تنساوش تشتركوا في القناة، دونك مشتركين ديروا جوا فيديو انستغرام تاعي تخلصوا صحاب لي ابوني. ونبدا اول حاجة الشكل تاع تليفون هذا، هوليك الشكل تاعو كيفاه يجي داير. بالنسبة للمواصفات تاع تليفون هذا، يجيب حجم شاشة 6.67 انش، يجيب كاميرا 108 ميجا بكسل، يجيب نسخة رام 8، نسخة ستوكاج يجيب نسخة 128، نسخة 256. الشاشة تاعو أمولاد 120 هرتز. الباتري تاعو 5000 مAh، شحن سريع 120 واط، شحن سريع قوي بزاف. البروسيسور تاعو ديمونسيتي 1200 ميديا تك. الكارت جرافيك تاعو مالي جي 77 50. هذو هما مواصفات تاع التليفون هذايا، مواصفات قوية نجي بهم، خاصة في الشحن السريع تاعو. سما باتري يشحنها في وقت بزاف قصير. بالنسبة للبري تاع التليفون هذا، شحال تقدروا تلقاو يدير البري تاع التليفون هذا؟ النسخة تاع 8 رام 128 جيجا، تلقاو بري تاع 7400 يدور. والبري تاع النسخة 8 رام 256 جيجا، تلقاو بري تاعها يدور في 8200. سما السعر تاع التليفون هذا تلقاوه يدور في هاد البري، ممكن قل ممكن أكثر، الأغلبية تلقاوها أكثر. هو هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجب و تفتكم به. كما قلت لكم اشتركوا في القناة، دونك اشتركوا ديروا لنا فيديو على الانستغرام تخلصوا على الابوني، تلقوا ديجا ان شاء الله. والسلام عليكم.